صباح الخير لالا سناء. صباح النور ام عثمان، لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك. تحيه ليك وتحيه كاع المستمعات من راديو الثقافه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، مرحبا باوفياء انا بوجده. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. عندي واحد جوج اقتراحات ان شاء الله. عندي واحد البريوش خفيف وكيجي زوين والمقادير ديالو سهله. فيه جوج بيضات، ايه، فيه نص كيلو ديال الطحين، فيه بيضه زيت، داك واحد البيضه نعبروا بها الزيت، ايه، نخويوها نعبروا بها الزيت، واخا كاس لارب ديال السكر كلاصي، واحد خماره وشويه ديال المعجونه. كنعجنوا هذا الخليط ونخليوه يخمر، ومن بعد نديروه كويرات نخليوه عاوتاني يخمر وندهنوه. انا كندير عليه داك السكر الغليظ ونديروه في واحد الفرن ساخن. عندي واحد لاطار حتى هي سهله. عندي واحد الحك ديال نسلي، اي، الحليب مركز محلى، واخا حليب المركز المحلى، كندير واحد طرف ديال الزبده ونبداو نكبوا عليه داك الحليب المركز المحلى غير بشويه، وحنا كندورو كطلع لنا واحد لاكريم زوينه. من بعد كنجيبوا البسكوي ونديروه في القهوه سريعه الذوبان ونحطوه في المول مربع ونديروا طبقه ديال البسكوي ومن بعد لاكريم، حتى كنكملوا وكنحكوا الشوكولات ونخليوه يبرد. وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه. شكرا لله. بارك الله عليك، مشكوره جدا ام عثمان. شرف معك هذا النهار. شرف متبادل لاختك، بارك الله فيك، مشكوره جدا ام عثمان على تواصلكم معي.